تحية لأهلنا في سوريا والرحمة لشهداء الثورة السورية والحرية للمعتقلين. بداية بدنا نوضح عن اللغط اللي صار بخصوص سماحة المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الجليل أبو يوسف أمين الصايغ، الله يطولنا بعمره ويمده بثوب العافية. هذا شيخنا ونحن نعتز ونفتخر بمشايخنا الأطهار، مشايخنا الأفاضل، ونحن رسالة واضحة مشايخنا الأفاضل خط أحمر، ونرفض رفضا قاطعا إقحام بأي موضوع بما يخص السياسي أو ميادين السياسي أو اللعب اليوم على وتر الحراك اللي صاير بمحافظة السويداء. اليوم نحن خرجنا إلى الساحات، خرجنا لنقول كلمة واحدة، الشعب يريد إسقاط النظام، طلبنا بدولة عدل، دولة قانون، وخطاب سماحة الشيخ أبو يوسف أمين صايغ كان واضح مع الدولة العادلة، ونحن هذا مطلبنا، نريد دولة عدل، دولة قانون، نريد دولة مدنية ديمقراطية عادلة بدون تمييز حزبي أو عنصري أو طائفي أو مناطقي، وبدون احتكار سلطة على أساس الدين لله والوطن للجميع. هذا مطلبنا. في بعض الأشخاص اليوم راحت تصورت مع سماحة الشيخ، ربما أنه نيتهم صح، نيتهم تكون محشومة، يمكن في ناس، يعني في ناس نيتها لتصطاد أو لتلعب على هذا الوتر بالذات يعني، وعم نحذر نحن منه كمان رسالة لأهلنا بلبنان يعني. نحن منجل مشايخنا الأتقياء الأفاضل، بس نحن هون بسويدا بتبعية شيخنا يعني الرئيس الروحي اليوم الشيخ الجليل أبو سلمان حكمة الهجري، اللي مؤيد الحراك ومع المطالب الشعبية ومع تنفيذ القرار الأممي 2254. ونحن هذا النظام، إذا بدنا نقول عن دولة عدل، هذا النظام بعيد كل البعد عن العدل، أغرق البلد بالمخدرات، أغرق البلد بالعصابات، أغرق البلد بالفساد، بالمحسوبيات، بالقتل، بالإجرام، بالتهجير، بالاحتلال. هذا النظام المجرم، نظام بشار الأسد. نحن خرجنا إلى الساحات اليوم طبعا السويداء يوم الجمعة، صرنا 41 يوم وإن الله راد مستمرين، ومش راح نخرج من الساحات قبل إسقاط هذا النظام المجرم. ومنحذر أي شخص المساس بمشايخنا ورموزنا وراح يتحاسبوا أبواق النظام مثل هذا المرتزق العميل برهوم، والثاني رفيق لطف، والثالث هذا حسين مرتضى، وراح يتحاسبوا على كل كلمة وطعن حكوه بحق مشايخنا. نحن كلياتنا بسويدا ايد وحدة ان الله راد، ومستمرين ومع اهلنا الاحرار بكل سوريا، وتحية لاهلنا الاحرار بكل سوريا، وان الله راد مستمرين نصرة لثورة الشعب السوري، الثورة المباركة لإسقاط هذا النظام. وتحيا سوريا، وإن الله راد مستمرين، وحياكم الله.